نرحب بيكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر منورنا يا كابتن. الله يخليك يا كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناتنا الاهلي في كل مكان. تحياتي لنجومك الكبار كابتن شريف عبد المنعم، الوش حلو النهارده. انت اللي دايما وشك كابتن علامة اهو، كابتن اسامه عرب، كابتن عدد. الله يخليك يا كابتن. مبروك النادي الاهلي على الفوز وعلى الاداء والنتيجه، ان شاء الله نبارك له ان شاء الله باذن الله يوم السبت، وحظ اوفر لنادي بيراميدز. كابتن ايمن، قبل ما بخش في الحالات نتكلم شويه دي على الحكم المباراه، نتكلم على البنا والشخصيه التحكيميه. الحاجه الوحيده كابتن علاء اللي انا ما اقدرش اديها للحكم هي الشخصيه التحكيميه. ممكن اديله اطور اداؤه في الناحيه الفنيه او البدنيه، او اخليه يذاكر شويه في القانون وفهم القانون، لكن الشخصيه دي صعب انك انت تديها للحكم. على الرغم ان النهارده مباراه صعبه جدا 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 في جدول الدوري، طبعا انت عارف اللي بيكسب بيصعد للاول، مباراه صعبه تحكيميا على محمود البنا، ولكن النهارده هو ادارها بشخصيه تحكيميه جيده. هناك يمكن اختلف معاه في بعض البطاقات الصفراء، ولكن بشكل عام كان اداؤه النهارده مقنع للكل. يعني كلما لما تلاقي حكم كابتن علاء كابتن اسامه اللاعبين مقتنعين بادائه، هو ده محمود البنا صاحب المباراه الكبيره النهارده اللي هو ادار مباراه جيده مع طاقم التحكيم المتميز كان احمد حسام طه. عندنا جون النهارده، جون عالمي النهارده، الجون الثالث لمحمد شريف، وازاي احمد حسام طه النهارده كان في تمركز رائع وسمح باستمرار اللعب. عندنا احمد توفيق المساعد الثاني، عندنا الحكم رابع عبيد السيد، وكان على تقنيه الفار احمد الغندور ويوسف البساطي. سريعا هروح للحالات يا كابتن علاء ونشوف ايه الحالات اللي عندنا. اول حاله زي ما قلت يمكن انا مش كل حاجه هتبقى العلامه الكامله، ولكن انا شايف هنا دي حاله اولانيه مع لاعب نادي بيراميدز، ونشوف هل هنا تستحق البطاقه الصفراء كابتن عادل ولا لا. نشوف تاني، نرجع معلش من فضلك لو سمحت. شوف هنا الدخول يا كابتن، هنا بص شايف الدخول هنا، بنقول عليه ده تهور لما بتروح بالسرعه دي وبالقوه ديت. دي كان يجب هنا من البنا هنا اشهار البطاقه الصفراء للاعب بيراميدز في هذه الحاله، ويمكن كان هيرتكب حاله ثانيه جايه. يعني لو قلنا دي صفرة واللي جايه صفرة مش عايزين نقول، ولكن كان يجب على في اللعبه ديت ان هو يشهر البطاقه الصفراء في هذه الحاله. الحاله الثانيه شوف هنا نفس المخالفه، هنا محمد هاني هي نفس مخالفه لاعب نادي بيراميدز. نشوف هنا محمد هاني هنا بطاقه خدها، وانا بتفق معاه في البطاقه، بطاقه للتهور، ولكن هي اعتقد هي البطاقه اللي كان يجب ان ياخدها لاعب بيراميدز. لعبتين كانوا شكل بعض، بطاقه مستحقه لمحمد هاني في هذه الحاله. نشوف الحاله الثالثه، حاله من الحالات المهمه جدا جدا، ونشوف لعبه مهمه جدا جدا، وهنتكلم القانون كابتن عادل، ويمكن انت بتحب دايما الشرح. شوف هنا في الحاله ديت رمضان صبحي ارتكب مخالفه ومفيش تنافس على الكره يا كابتن عادل. هنا خلاص نشوف بقى المخالفه لو سمحت الاول، هنا لسه ما زالت اللي هو في تنافس، ولكن هنا في كوره كابتن علاء؟ لا كابتن شريف؟ لا لا مش كوره خالص. نقف بس هقف هنا كابتن، بنتكلم على سلوك، هو ده سلوك. لما اجي اقول بطاقه حمراء كابتن علاء لابد ان يكون استخدام قوه مفرطه في هذه الحاله او وحشيه. يعني ايه؟ يعني عشان ادي حمراء في هذه الحاله لابد نكون في قوه مفرطه او وحشيه من رمضان صبحي. دي قوه ناعمه، دي بنتكلم في دي مش قوه مفرطه، سلوك خارج وخلاص. هو ما فيش تنافس، ولكن القوه المستخدمه هي قوه مش قويه، وبالتالي هنا الانذار كان مقبول، والفار هنا ما جابش الحكم. ليه؟ لان طبقا للمعايير هما الاثنين اتفقوا ان دي كارت اصفر، كارت اصفر، فدي كارت اصفر. مش معنى ان انا لعبت ومفيش تنافس على الكره ان انا ادي احمر. ايوه انما ديت لو كان فيها قوه كابتن شريف، يعني دخل من مسافه قوه، كان لابد ان هو ياخد فيها، ده الفار يبعت له كمان بالظبط كده. دي حاله من الحالات اللي هي فهم بنا وفهم الغندور للقانون كره القدم. نروح للي بعد كده ونشوف، نتكلم على حاجه مهمه جدا جدا، ونشوف هنا الحاله دي جايه مهمه جدا جدا جدا، ونشوف هنا اللاعب هنا قفش، هو هنا سمح باستمرار اللعب تمام، ورجع ادى الانذار. كابتن علاء انا هسال سؤال هنا، الانذار تاخر كتير قوي كابتن عادل،
السؤال هو مين اللي اداله الاصفر؟ يعني هنا لما نيجي نشوف البنا هنا صح انت معايا؟ والحكم الرابع اتدخل فيها يا كابتن ولا ايه؟ بص يا كابتن، هو كل من فوق الميدان طبقا للقانون يساعدوا الحكم. ولكن هنا ده انذار، هل جاله من الرابع؟ هل جاله من الفار كنترول؟ لا الفار ما اديش انذار. ما هو ممكن ما يديش انذار، بس ممكن يبقى فيه ينبهه حاجات كده بتبقى لا بين الاثنين، لان الانذار اتاخر كتير جدا. وانا بسال البنا حتى هو يقول لي اتاخرت ليه البنا؟ لانك انت اتاخرت في البطاقه قوي قوي قوي. بعدين انا قلت للكابتن عادل في اثناء المباراه، هل الرابع ادالك؟ هل المساعد الاولاني ادالك؟ ولكن بنتكلم في لعبه كانت مهمه جدا جدا. اللي بعد كده الحاله الرابعه، شوف ستوب بقى، ستوب 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 ستوب، من فضلك ارجع تاني. معلش هنا كابتن، هنا ننقل كره، ننقل ننقل بس خلاص كابتن. هنا تحضير للمدافعين، تحضير للمدافعين. دايما بقول للحكم خلي بالك في التحضير للمدافعين، خلي عندك تاهب ربما ان المهاجمين يقطعوا. تمام يا كابتن عادل؟ ليه؟ ليه؟ لو انت استسلمت ان المدافعين بيحضروا مفيش مشكله، ورحت نص الملعب وبعدين راحت مقطوعه وراحت جايه جون، او جت مخالفه داخل الصندوق، لابد انك انت عندك قراءه بقى. هنا انا بتكلم بقى على قراءه اللعب. نشوف البنا هنا، هو هنا. نمشي بقى ونشوف التحضير هنا. النادي الاهلي طبعا ضغط بشكل كويس جدا جدا. شوف البنا كان هنا، شوف البنا مشي 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 مشي، فتح هنا وجه الناحيه دي كابتن. ده اسمها القراءه، قراءة طرق ولعب اسلوبي. انا جايب الحالة دي مش حالة تحكيمية قوي، لكن هي حالة تمركز وقراءة لعب لحكم المباراة محمود البنا، فأنا بحييه على التمركز وعلى التوقف في هذه الحالة. يلا نروح للحالة اللي بعد كده ونشوف هو عدل من نفسه. وهنا نشوف هنا الحالة اللي جاية. نمر كتير 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 نشوف. كان هنا فهم جيد لمبدا اتاحه الفرصه، هو سمح باستمرار اللعب، ما استعجلش ورجع كابتن شريف اشهر بطاقه للاعب رقم 23 نتيجه اللعب بتهور. وده بحيي عليه البنا، مش مستعجل، بيفكر يا كابتن، حكم بيفكر، سمح باستمرار اللعب ورجع ادى البطاقه الصفراء، بطاقه مستحقه. يلا الحاله اللي بعد كده نشوف هنا التميز من احمد حسام طه الحكم المساعد رقم 1. بعض قال يمكن شريف كان في تسلل لحظه لمس الكره، ولكن نشوف هنا لعبه صعبه جدا جدا تمركز احمد حسام طه، هي جزء من لعب المدافع، ودي يمكن كانت اخر حاله معانا. بشكل عام كابتن زي ما قلت البنا ادار المباراه مع طاقم التحكيم بشكل كويس، كان هناك تعاون وتفاهم وانسجام ما بين طاقم التحكيم، نتمنى ان كل طاقم التحكيم يكون بهذا المستوى. اخيرا طبعا كل الامنيات الطيبه للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يوم السبت باذن الله ان شاء الله، ونقول له الف مبروك ويعني فوز واداء ونتيجه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله رب العالمين. نشكرك شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن نصر عباس، امتعتنا يا كابتن نصر. شكرا كابتن ايمن، شكرا. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وبيراميدز المؤجله من الاسبوع الثامن الدوري المصري العام الممتاز لكره القدم، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 3-0 مع الرافه وتصدره مرة أخرى لجدول المسابقة. ألف مبروك للنادي الأهلي وبالتوفيق للمباريات القادمة إن شاء الله. حابب في النهاية أشكر نجوم الكبار اللي شرفوني النهاردة، كابتن شريف عبد النعم، ألف شكرا يا كابتن، شرفتنا وأمتعتنا كالعادة. ألف مبروك كابتن أيمن، فوز كبير على منافس قوي، وقبل ما نبارك لبعض بالدوري بإذن الله إن شاء الله. ماتش بيراميدز، ماتش صن داونز. نبارك لبعض بالدوري وأفريقيا بإذن الله. ان شاء الله رب العالمين. كابتن اسامه عربي شرفتنا يا كابتن وامتعتنا، الف شكر. الف شكر وان شاء الله نبارك للدوري و افريقيا والسوبر ان شاء الله باذن الله رب العالمين. على زود حاجه كابتن علاء من غير لون المدينه. شكرا يا مبروك النهارده، وفوز فوز هايل طبعا النهارده، وان شاء الله نبارك يوم السبت. اهم حاجه بس اول نبارك السبت وبعدين خطوه خطوه ان شاء الله، خطوه خطوه باذن الله. كابتن عادل عبد الرحمن امتعتنا كابتن، شكرا. اشكرك كابتن ايمن، وسعداء ان احنا كسبنا النهارده مكسب كبير الحمد لله رب، يأهلنا ان احنا يعني نعدي كل الفرق اللي في الفتره اللي فاتت ضايقتنا باذن الله ان شاء الله. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى، واستوديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى وورقه حياتي.